مسكني طرف الخيط. كيف سرعة البديهة عندك؟ يعني ماشي الحال. كويسة. هلا ليك، هي ممكن تكون دعاية. لا والله. في كتير قصص يعني. ايوه. كتير صعبتهم. يعني لا. روس لي طرف الخيط. روس لي؟ ما بتعرف؟ ولي على قلبي. كمان ما بتعرف؟ فوتتني بالحيط. مرحبا. أهلا يا هلا. كيفك؟ الله يسلمك، الحمد لله. عرفنا عنك؟ معاز عجلوني، محامي. هلا بما انك محامي فعندي حدا كثير شاطر وعنده سرعه بديهه. يعني ماشي الحال. هلا ليك، هي ممكن تكون دعايه لك. يلا. عرفت تجاوب؟ انا خلص رح تصير تعرفه. سؤال قانوني؟ طيب يلا. هلا رح اسالك هنا ثلاث اسئله، هن شوي بدهم سرعه بديهه. تمام؟ يلا. شو هو الباب يلي ما فينا نفتحه؟ الباب يلي ما فينا نفتحه؟ في كثير قصص يعني. طب اعطيني واحدة. باب احتمالات. بشو بيتعلق؟ بيتعلق بشو؟ ما فيني إلا يعني انه هيك ولد جودي مسكني طرف الخيط يعني. طيب رح اسألك سؤال تاني معلم. طيب يلا. شو هو الحيوان يلي ما بيولد وما بيبيض؟ الحيوان يلي ما بيولد ولا بيبيض. يعني شو طريقة تكاثره مثلاً؟ لا، في حيوان هو ما بيولد وما بيبيض، بدي اسمه. حيوان ما بيولد كتير صعبتهم. بتسمعه وبتشوفه بس هو ما بيسمعك وما بيشوفه. تسمعه وبتشوفك. تسمعه وبتشوفه. شو هو؟ بس هو ما بيسمعك وما بيشوفه. على فكرة هذا كتير سهل. تسمعه ولا ممكن هوا بتسمعه. بتشوفه؟ لا ما بتشوفه. طيب لا، هذا بتسمعه وبتشوفه. والله سهل. تسمعه بس روس لي طرف الخيط. روس لي. بتسمعه وبتشوفه. التلفزيون. التلفزيون. تسمع والله ما بعرف. لو قايل لي الموبايل كان رح مرق لك. فوتتني بالحيط. تسمعه. طيب يلي الحيوان يلي ما بيولد وما بيبيض هو ذكر اي حيوان. صح؟ مزبوط. والباب اللي ما فينا نفتحه هو الباب المفتوح. ولي على قلبي. بس برضو انت ربحت معنا جائزة مقدمة من يلا تيتا. قليلي اياك. من برنامج رأيك. شكرا. هدول سؤال قديش ضليتوا حتى فكرتوا فيهم؟ والله طلعوا معي هيك انا وعلى الطريق. ابدا. والله انت خطير. حبيبي قلبي شرفنا معك. حبيبي تسلم. شكرا. يعطيك العافية. مرحبا. اهلا وسهلا. كيفك؟ الحمد لله تمام. تعرفني عنك؟ حسن. حسن؟ اي. حسن كيف سرعة البديهة عندك؟ كويسة. يعني حدا بيلقطها على الطاير انت؟ يعني لا. طلعت على الطائرة. لا مو زيادة. يعني نازل محدي لقمك ياها. طيب اوكي. حسن رح اسألك ثلاث حزازير، إذا بتحزر واحدة منهم رح تربح. تفضل. تضربه بلا سبب. تمام؟ وبيطير بلا أجنحة وهو سبب ليزعلنا ويبكينا، بتعرف شو هو؟ لا والله. ما بتعرف؟ طيب شو هو الباب يلي ما فينا نفتحه؟ كمان ما بعرف. ما بتعرف؟ أيوة. طيب يابس ومبلول وحامل ومحمول، بتعرف شو هو؟ لا والله انا بس طالع هيك مشان اهلي يشوفوني على الايده. في شيء بنسمعه وبنشوفه بس هو ما بيسمعنا وما بيشوفنا، بتعرف شو هو؟ لا والله. كمان ما بتعرف؟ شيء ما له رجلين وبفوت بالاذن، شو هو؟ نكاش الداني. غلط. حسن انت انا اعطيتك كل شيء حزازير معي. ايه. تمام؟ ايه. بأقل من دقيقة، فبدي اطلب منك طلب. تفضل. اذا بتحذرني حزوره وبعرفها رح تاخذ جائزه، بس اذا حذرتني اياها وعرفتها ما رح تاخذ شيء. حذرني. طاسه براسه بلولو برات نحاسه، شو هي؟ الرمانه. هاي هي. عرفتها. عارف. بس تعا ما رح خسرك. انت ربحت معنا جائزه مقدمه من يلا تيفي. صح. لو عرفان جاوب كان الوضع غير هيك. يستمع. يعطيك العافيه. شكرا.